للحديث عن استمرار الوجود الإيراني في سوريا وتغاضي نظام الأسد عن هذا الوجود مقابل رفضه لباقي القوى الدولية الفاعلة في سوريا، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن زياد المنجد الصحفي السوري. أستاذ زياد، مرحبا بكم. يعني لنبدأ من نقطة أن النظام السوري يقدم طلبا في نهاية اجتماعات جنيف لخروج القوات التركية والأمريكية من سوريا، لكن هنا ما الذي يمنع نظام الأسد من طلب خروج القوات الإيرانية والروسية أيضا؟ للمعارضة لكي يستمر في الحديث ثوابت اعتبرها ثوابت وطنية، وهي عودة اللاجئين ورفع العقوبات وخروج القوات التركية والروسية والأمريكية والبريطانية، واعتبر هذه الأمور ثوابت. ولكن هنا السؤال، من أضاع هذه الثوابت الوطنية؟ يعني عندما يستثني المعارضة، طبعا لم تستدعي هذه القوات، ولكن سوء تصرف النظام تجاه الثورة السورية وتجاه الشعب السوري أدى إلى وجود هذه القوات. ولكن القوات الإيرانية والروسية، ما الذي يقول أنها تعمل من أجل مصلحة سوريا ومصلحة الشعب السوري؟ النظام هو الذي استخدم هذه القوات، والثوابت الوطنية إذا أراد أن يتحدث عن الثوابت الوطنية، الثوابت الوطنية تعني خروج كل القوات بما فيها القوات الإيرانية والروسية التي عاثت في الأرض فسادا وقتلت مئات الآلاف من السوريين. إذن الثوابت الوطنية التي يتحدث عنها النظام هو سبب في ضياعها وسبب في وصول سوريا إلى هذه الحالة التي نحن فيها. طيب أستاذ زياد، يعني استمرار نفوذ إيران بهذا الشكل في سوريا، يعني إلى أي مدى يحذر من تكرار نموذج العراق باتجاه محاولات تقييد سوريا وبالتالي جعلها دولة تابعة لنظام ولاية الفقيه؟ سوريا في ظل وجود نظام حافظ أسد وابنه وريثه بشار سائرة في هذا الاتجاه. الوجود الإيراني لم يوجد بعد الثورة السورية، إنما وجد بشكل خفي قبل الثورة السورية، وحركة التشيع ما زالت مستمرة وبإشراف النظام في كل المناطق السورية. البوكمال هي مركز وجود القوات الإيرانية ومركز وجود حركة التشيع، ومنها تنطلق إلى كافة الأراضي السورية. سوريا في ظل نظام الأسد، أنا أقول لك، ستصبح يعني تابعة لولاية الولي الفقيه بشكل كامل. ولذلك مطلوب من السوريين أن يعوا هذه الحقيقة، وأنا هنا لا أخاف على الكبار الذين أجبروا أو أغروا بالمال من أجل التشيع، ولكن أخاف على الصغار الذين يجبرون على دخول مدارس الولي الفقيه التي أسسها في سوريا، وبالتالي هنا الكارثة الكبرى التي تحل بنا وتحل بنسيجنا الاجتماعي السوري. وهم بدورهم يعني أدخلوا حتى اللغة الفارسية على هؤلاء الأطفال. مجلة ناشونال انترست تحدثت عن ضغط أمريكي قادم على الأسد باستلام جو بايدن بخلاف ما هو متوقع. في هذه النقطة أستاذ زياد، ما احتمالية أن يلجأ بايدن بالفعل للعمل باتجاه رحيل الأسد وبالتالي تشكيل مسار سياسي واضح؟ هل يمكن أن يعول الشعب السوري على جو بايدن أستاذ زياد؟ نحن لا نعول على أي تدخل خارجي. لو كانوا يريدون فعلا إسقاط النظام لأسقطوه منذ الأشهر الأولى، ولكنهم هم أداة ووسيلة لتفكيك نسيج الشعب السوري ولتفتيت سوريا. أنا لا أؤمن، لو كان، نحن نعلم أن بايدن كان نائبا للرئيس باراك أوباما، نعم، وسياسة باراك أوباما كانت معروفة بالنسبة لنا جميعا، وبالتالي لا أعول ولا أحد يعول إلا المضللين يعولون على أن الإدارة الأمريكية قادرة أو أن لها نية بإزالة نظام بشار الأسد، ولكن هيهات، لابد لنا أن
نجمع بعضنا ونعتمد على قوانا الذاتية من أجل ذلك. هل نفهم من طرحكم استمرار العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب وتفعيل أكثر لقانون قيصر لتحقيق الانتقال السلمي؟ يعني خلينا لنكون صريحين، قانون قيصر لم يوجد من أجل إزالة النظام وتضييق الخناق على النظام. فرض العقوبات على لونا الشبل مستشارة الرئيس السوري أو على أحد فريقه، هذا لا يؤدي إلى إسقاط النظام، والعقوبات الاقتصادية بشكل عام لا تؤدي إلى إسقاط النظام. موضوع قانون قيصر يا صديقي هو وضع من أجل شيء مستقبلي حتى بعد زوال النظام. هنالك فقرة في قانون قيصر تقول أن العقوبات لن ترفع على سوريا وليس على النظام إلا إذا اعتمدت سوريا سياسة الحوار وعدم الاعتداء واتباع السلوك الأمني بينها وبين جيرانها، وهذا يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني. فإذا عقوبات قيصر لن تنتهي حتى ولو زال النظام، إنما ستبقى موجودة إلى أن تطبع الحكومة السورية المقبلة مع الكيان الصهيوني، وهنا سترفع العقوبات تماما كما حدث مع السودان عندما اشترطوا رفع العقوبات برفع السودان من قائمة الإرهاب، ولذلك يعني يرفعون العقوبات عنها. إذن أستاذ زياد، يعني ما أهمية استمرار جولات صياغة الدستور السوري مع أن كما تعرفون أن القرار الدولي 2254 يعني يتحدث عن مرحلة انتقالية، هل يعقل طرح دستور جديد والأسد ونظامه باقون في السلطة؟ الدستور لا يكتب بهذه الطريقة، الدستور يكتب عن طريق الشعب وبعد انتخاب جمعية تأسيسية لذلك. وأنا لا ألوم النظام بهذه النقطة، إنما ألوم المعارضة التي قبلت بأن تبحث موضوع الدستور قبل أن تطبق فقرات القرار 2254 والتي تنص على الانتقال السلمي للسلطة، وبعدها يتم تطبيق أو كتاب الدستور. ولذلك فكل هذه الجولات، نحن على أعتاب الجولة الخامسة، وأنا أقول لك سنصل إلى الجولة 100 ولن نستطيع الوصول إلى كتابة دستور، وكل هذه الأمور مضيعة للوقت من أجل حلول موعد الانتخابات في تموز المقبل، من أجل أن تجدد ولاية الحاكم الفعلي لمنطقة المهاجرين، وبالتالي سيعود النظام السوري كما كان قويا. يعني إذا تحدثنا عن الحلول، إذن من مطلوب حاليا من الدول الفاعلة في الملف السوري؟ ما الذي عليها؟ المطلوب إذا كانوا صادقين أن ينظروا إلى حالة الشعب السوري المشرد في سوريا والمهاجر خارج سوريا، وإذا كانوا يؤمنون فعلا بحقوق الإنسان يجب أن ينظروا إلى ماذا فعل هذا النظام وروسيا وإيران بهذا الشعب، ولكنهم كلهم مسرورون من هذه الحالة، لأن ذلك يؤدي إلى تحقيق ما تطمح إليه إسرائيل بتفكيك المنطقة. المنطقة والمطلوب هو استمرار وتزمين الأزمة إلى أن تنشئ واقعا جديدا يؤدي إلى تفكيك سوريا، وهذا هو حلم الكيان الصهيوني. الجميع يكذب، وليس هنالك نية صادقة لرفع المعاناة عن الشعب السوري. عبر سكايب من لندن، زياد المنجد، الصحفي السوري، شكرا جزيلا لكم.